أغمي على أمير المؤمنين. يوم سمع خبر الزهراء رشوا على وجهه الماء، أفاق من غشوته وعضدوا إلى علي. عضدوا إلى يعني واحد من يمينه والثاني من شماله، عضدوا إلى علي وحملوه إلى الدار، ودوا أمير المؤمنين إلى الدار. أنا ما أدري شلون كانت لحظة اللقاء بين علي وفاطمة، زوج وفاقد زوجته، وبيدخل عليها أول مرة، ها؟ أول مرة من يدخل علي إلى الغرفة وينظر وما يسمع ونين الزهرة، ها؟ فتح علي باب الغرفة وجد الزهرة ممددة على مصلاها، انكب عليها وهو ينادي: وزهرة وفاطمة. إلى أن قضى وطر من البكاء على فاطمة، ثم مددها على صخرة المغتسل: أم غسلين، أم غسلين هذه المؤمنة، ومكفنين هذه المؤمنة. لكن علي من دخل يغسل الزهراء عليها السلام وكان معه سلمان لجلب الماء، اتذكر وصية الزهرة: يا علي لا تكشف عني أثوابي، فإني طاهرة مطهرة. لكن أمير المؤمنين ما تمالك نفسه، صار يغسل الزهراء من تحت الثوب، وإذا بعلي قد خرج من المغتسل راح إلى سلمان، قال: يا علي توصونا بالصبر وتجزعون عند حلول المصيبة. قال: يا سلمان لا تلمني، فإني لما غسلت فاطمة سقطت يدي على أثر ضلعين من أضلاعها مكسورين، رحم الله من نادى فاطمة. ثم أتم غسل فاطمة 3 عقد حتى يغطي الزهراء، يدرجها في أكفانها عقدة مما يلي قدمي فاطمة، عقدها العقدة الثانية مما يلي خاصرة الزهرة. نقول: يا علي لا تحكم العقدة، أضلاعها مكسرة يا علي. هاي العقدة الثانية والعقدة الثالثة حتى يغطي وجه الزهرة، لكن ما يصير يغطي وجهها. الأم إذا ماتت ينادون أبنائها لوداعها، للنظر إليها من نظرة الأخيرة. نادى حسن: حسين، زينب، أم كلثوم، هلموا لوداع أمكم فاطمة. ملا عطية يقول: لا، ينادي زينب ويجون كلهم أبناء فاطمة: قومي يا زينب فاطمة وادعيها وتزودي من قبل ما نوديها. طلعت تنادي زينب المحزونة: ريض النعاش يا ابوي لا تشيلونا، خلوا اولاد الزاكية يودعونا، وين الوديعة يا علي موديها. داروا على نعش الزكية الزهرة، يبكي الحسن وحسين يجذب زفر. كلثوم تنطم راسها من الحسرة، وأم المصايب وزينب عليها شاب حبيده. أسمى لفت تصرخ وهي مذعورة: فوداعت الله فاطمة يا الحور، خبر النبي بضلوعك المكسور، وقولي يا ابويا الدار هجموا عليها، وقولي يا ابويا الدار هجموا عليه.
أتمك فتكفين فاطمة، ولما جن الليل صار في تشييع فاطمة، لكن مشهد هو اللي كسر قلب علي. أي مشهد هذا؟ مو مشهد النعش، النعش مرفوع. اللي كسر قلب علي لما أن نظر إلى هذين الولدين اليتيمين الحسنين، الحسن والحسين، واحد منهم طايح والثاني قايم. هذا اللي عور قلب أمير المؤمنين، واحتضن الولدين إلى تشييع أمهم فاطمة وبيت الدعاء، وإلى روح هذه العظيمة، هذه السيدة خادمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من نظر أمير المؤمنين إلى ذلك النعش وقد حمل، صار يكلم نعش فاطمة، يقول يا شيال تشيل الناس ما تدري من تشيله، فيك جنازة أم حسين يا شيال محمول، هاللي شلت يا شيال جسم أم الحسن وحسين، وشلت اللي ما بين الباب والحايط عصر هالشين، وشلت اللي على الذرعان ضربوها وعلى المتنين، وقفلي أبحكي وياك يا شايل المعلول، شلت ضلوع مكسورة وشلت ضلوع مرضوضة، شلت ضلوع مرضوضة وشلت ضلوع مكسورة، وشلت عيون ملطومة ضواها من خسف نور، يا وسفة على أم حسين عنت روح مقبورة، أوقف لي أبحكي وياك يا شايل المعلول، أويلي أويلي. وصل إلى شفير القبر، وسامحني على التفصيل، من يوم وصل إلى شفير قبر فاطمة عليها السلام صار ينشج أمير المؤمنين حتى ينزل الزهرة في قبرها، متعوب والونة يجرها على اللي العدى كسره وصدرها، احنا ودمعاته نثرها، ونزل عروسه في قبرها، عشرين ما وصل عمرها، نزل الزهرة أهال عليها التراب ورجع للدار. لابد أنت تستشعر فقد والدتك، تستشعر فقد زوجتك، تستشعر فقد أختك، ها؟ شلون يدخل أمير المؤمنين إلى الدار؟ أول دخول للدار من غير فاطمة، رد الحجرته وحسين متخاصرين باب الدار، ونادى يا علي يا يام ما شلتون هالمسمار، هالمسمار يا كرار يتمنى وبعدنا صغار، وما بقدر اشوف الباب يا حامل حمشيل. وجت زينب ويم حسين وقفت تسجب العبر تنادي يا علي يا ياب خلنا نفارق الحجرة، هالمسمار ويا الباب سبت موتة الزهرة، وحيدر حاضن أولاده وفضة تصيح مذهول، ولأي الأمور تدفن سرًا
بضعة المصطفى ويعفى ثراها.